احنا كده اتكلمنا عن اول بداياتك الدراميه في التلفزيون ومسلسلات طبعا مع القديره سميره احمد والقدير العظيم الف رحمه مرور عليه الف رحمه محمود مرة. ياسين. بس انا عاوز ارجع لاول تجربه سينمائيه ليكي مع تامر حسني، وبالذات ان اللي دايما اسمعه عن اي حد بيبدا مع تامر حسني بيبقى عنده دايما ايه كلام لازم يقوله في حقه او عن تجربه مع تامر حسني. احكي لي عن كواليس عمر وسلمى والتعامل مع تامر حسني. تامر حسني طبعا نجم جماهيري كبير جدا، اخف دم في العالم. يعني انا ما كنتش اعرفه شخصيا قبلها، بس ده حقيقي، ومن احسن الناس اللي مثلوا، اللي بيغنوا اللي مثلوا بالظبط. هو حقيقي. من يعني من انجح الفنانين اللي هو مغني وعنده جماهيريه ونجاح اوريدي متحقق، وده بيكون صعب انه يدخل مجال التمثيل. بس هو بمنتهى السلاسه دخل مجال التمثيل، دخل كمان الاخراج. أيوة ده ما مؤخرا شاء الله. مؤخرا، بس هو من الناس اللي الحمد يعني ما شاء الله ما شاء الله ربنا مديله حب الناس، لان هو فعلا دمه خفيف بجد. غير انه انسان يعني لو سمع ان في حد عنده مشكله لا يمكن يسيبه. جدع جدا، جدع جدع جدا، مش طبيعي، بيهتم بالتفاصيل. يعني طبعا بيمر عليه مليون الحكايات والمشاكل والمواقف، بس هو بيستوقفه الحاجات اللي هي حقيقيه منها والانسانيه منها. صحيح. فبيقف جدا. استقباله ليكي بقى في اول يوم تصوير شجعني جدا جدا، حتى من قبل التصوير يعني. وعارف انك بتغني، وبرده عايزه اقول يعني حاجه، قبل ما اعتبر حسني ما تعمليش دويتو او تكلميه او يسمع صوتك، ما سمعش صوتك؟ طبعا سمع صوتي، بس هو يعني برضو الوقت والظروف بتحكمك في حاجات، ممكن تبقي انت عندك بلانز كتير جدا بس الوقت مش بيسمح لك تنفذيها بشكل فعلي في الواقع. هتيجي بس انا عايزه برضو اوجه تحيه خاصه جدا حماية النجم احمد زاهر، استاذه منى دي حبيبه قلبي، يعني دي واحده من الناس اللي حبوني وشجعوني جدا في ستار اكاديمي، وهي كانت حلقه الوصل بيني وبين تامر حسني. هي من الناس اللي حبوني وشجعوني جدا وانا في ستار اكاديمي. والله انت ما بتنسيش فضل الناس طبعا. قالت له في بنوته مصريه في ستار اكاديمي مش عارف ايه، قالت له عليا كلمتين حلوين، خليته يشوفني وانا في ستار اكاديمي ويطلبني بعد كده في الفيلم. فمدام منى حماية النجم احمد زاهر بنحييها، انا بوجه لها تحيه كبيره جدا 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 لانها انسانه جميله. طب بصي احنا هنتنطط النهارده، بصي من التلفزيون للسينما للغنى، وخش شويه في الغنى، حته الغنى بقى قبل الفاصل كده عشان نرجع من الفاصل بمفاجاه مع مريم. بس في الغنى بقى، انت النهارده لو قررتي، وانا سمعتك بتقولي قبل الحلقه بتقولي انا ايه، انا عايزه اركز في الغنى الفتره الجايه، لو عندك فرصه تعملي دويتو او دويت تعمليه مع مين؟ وعندك خمس ست اختيارات كمان. طبعا تامر حسني، يعني لحبي الشديد ليه وايماني ومعرفتي بقد ايه هو نجم وموهوب وملحن شاطر كمان قوي، هو شاطر في كل حاجه، هو عنده التذوق الفني للحاجه على طول. برج الاسد، برج الاسد دايما ايه، بيحط حاجه في دماغه وبيركز فيها، بيكتب كلمات اغاني الحقيقه يعني. مظبوط، وعنده السنس. عارفه دي اهم حاجه. مين تاني يعني جوه مصر وبره مصر؟ كمان ناس كتير، وائل كفوري بحبه جدا. سعد المجرد بحبه جدا. الله الله يعني ناس كتير، مش عايزه. وفي مطربات بنات ممكن تحس انكم تعملوا مع بعض برضو دويت حلو، هي ما حصلتش كتير يعني. تخيلي انا وروبي نعمل دويت. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. طب والله فكره حلوه صح؟ طب والله فكره حلوه اهو، احنا بنشجعها من دلوقتي الفكره دي، يعني لو في حد سمعنا ونشتغل تشتغلوا على دويت لطيفه جدا جدا جدا. وطبعا يعني على صعيد اخر او نوع تاني خالص من الفن، انا اصلا عاشقه لاستاذه ماجده الرومي. طبعا بعشقها، مدرسه بعشقها يعني، الست ماجده طبعًا. ممكن اعيش عمري كله، انا فعلا هو ابويا علمني احبها، فمن وانا طفله بتفرج عليها وحافظه اغانيها وبسمعها. هتغني لنا حاجه لماجد الرومي بعد الفاصل.